يسيطر القلق على الكثير من الأشخاص نتيجة تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وأصبح العزل المنزلي طريقة لا بد منها لتجنب الإصابة بالفيروس أو لتقليل حجم انتشاره عالمياً. تساعد فترة العزل المنزلي على تقوية أواصر الترابط والتواصل والانسجام بين أفراد الأسرة، بعدما كانت ظروف الحياة العملية والمتسارعة تقلل من هذه التجمعات، حيث أصبح أفراد الأسرة اليوم أكثر تواصلاً، خاصة على مائدة الطعام وفتح الحوارات البناءة التي تقرب أفراد العائلة إلى بعضهم البعض. كما ساعدت ظروف التواجد في المنزل لساعات طويلة على استثمار الهوايات مثل القراءة، كتابة الروايات والطبخ. رب ضارة نافعة، بعد انتشار هذا الوباء الذي أثار الذعر في مختلف المجتمعات، تحتم على الجميع الالتزام بالعزل المنزلي الذي لا يقلل من انتشار هذا الفيروس المستجد فحسب، بل يساعد على تحقيق فوائد أسرية عديدة نفسية واجتماعية.